عمر الوردة 15 يوم. 15 يوم بس، 15 يوم لما تاخدها من هنا، لما تاخدها من هنا تحطها في بيت، من تمام. هنا تحطها في بيت. اما مثلا في المحل ممكن بيطول عمرها، بيطول عمرها ازاي؟ بطرق تانية بقى ماشي، ما بيرميهاش بسهولة. ما بيرماش بسهولة. ماشي على بوس خالص، لازم يستفاد منها. اما هنا هي عمرها من ساعة ما احطها في المية، لو افضل هنا او تروح عند زبون من هنا كده، احطها في بيته او في شقته او في مكتبه او في شركته 15 يوم. 15 يوم. بعد كده تبتدي تجيب هات وتتبل وبوس. في ورد عمره بيزيد عن كده؟ يعني ايه انواعها دي بقى اللي بيزيد في عن كده؟ انواع، ده حاجه اسمها عصفور، طبروزه، بيقول عليه في مصر زنبق، زنبق. او جديولس. طب بتزيد بقى توصل قد ايه؟ ممكن يروح ل 20 يوم. 20 يوم. 20 يوم فتره الشتاء. فترة الشتاء. في الصيف يتراوح من عمره من 10 ايام ل 12 يوم. طب ليه الشتاء يعني عمره طويل يعني، او ليه عمره طويل في الشتاء عشان يعني؟ الجو، عشان الجو، الجو حلو، جو حلو. اما في الصيف الجو بقى سخن، تمام. بتجيب بتفتح بسرعه. تمام. انت حضرتك شغال في ال... في ال... برضه في الورد بقالك قد ايه؟ بقالي يجي 10 12 سنه. 12 سنة. اه. يعني انت حبيت الشغلانة دي كده؟ اه شغلانة حلوة. ناخد منها عيش، شغلانة حلوة يعني، مش يعني متعبة أو مريفة أو يعني شغلانة. هل هي شغالة طول السنة ولا حاجة؟ اه طول السنة شغالة. شغالة طول السنة. اه زي بقى اللي بيتم مثلا. مثلا انت دلوقتي في عيد الحب. ماشي. بعد كده بيخش عليك 21 مارس عيد الأم. تمام. هذه المناسبتين الرئيسيين في السنة. بيجي بعد كده ابتداء من شهر 7 اغاثة المدارس. تمام. بتبقى افراح في مصر والحتت دي كل في المدن. طبعا شغاله طول السنه مستمره، بس هي اكتر وقت لها في الشغل عيد الحب وعيد الام، بتبدا من شهر 7 لحد شهر 9 لحد المدارس ما تفتح، اللي هي فتره الصيف بتاع الافراح. فتره الصيف بتاع الافراح. بعد كده بقى بتلاقي ايه؟ صعوبه التصدير. تمام. تصدير بره في الدول العربيه، السعوديه مثلا. ايه ابرز الدول اللي بتصدر لها من هنا؟ اكتر الدول السعوديه، وكان قبل كده كانت ليبيا. ليبيا كانت قبل كده. كانت ليبيا تعتبر المركز الاول تصدير. تمام. دلوقتي بقت السعوديه. من ساعه ما حصل في ليبيا في دول تانية غير السعوديه انتوا بتصدروا لها؟ هي معظم الدول العربيه كلها. نور جمال عبد الله. تمام. بسم الله. يعني عرفنا الورود هنا، انواع الورود هنا فين؟ هو في حاجه اسمها ورد بلدي. تمام. دوت هو دوت اللي بينطبق في عيد الحب، وهو الطلب بيبقى عليه. وحاجه اسمها ليليا، وفي حاجه اسمها جوكسفيلا. تمام. وفي حاجه اسمها جلاديولاس. وفي حاجات انواع كتير من الورود موجوده. تمام. وهو ده الموسم بتاع الورد، ده الموسم عيد بتاع الحب او عيد الام. تمام. بتبقى اكتر طلب عليها. طب فتره الشغل في عيد الحب بتتم ازاي؟ بتتم، انا كان عليا مزارع، بطلع الزرع بتاعي قبل عيد الحب بثلاث اربع ايام. تمام. وللمزارع المحل بقى هو بيفرش وبيظبط نفسه على الشغل اللي هو بتاعه. انا بقى بوديها له. تمام. الجمله هو بيغير الشكل طبعا، بيجمع الالوان مع بعضها بالشكل المعين اللي الزبون بيطلبه. تمام. ده كان انتوا بتطلبوا يعني، انتوا شغالين فيه دلوقتي الفتره دي حاليا دلوقتي؟ يعني احنا قبل الموسم بثلاث اربع ايام بننزل الشغل للمحلات. تمام. ايه اكتر ورده عليها الطلب؟ هي الورده الحمراء اللي هي البلدي. البلدي ده في عيد الحب. ده في عيد الحب. طب باقي الاعياد مثلا انت شايف؟ جميع الالوان شغاله. جميع الالوان شغاله. اي لون بيشتغل مع بعض. طب تركيب مثلا انتوا هل بتركب بوكيهات او حاجات او برانشات هنا؟ بتركبها انت يعني؟ ده في محلات بتطلبها جاهزه ولا انت حضرتك؟ لا، المحلات بتطلب جمله، هي اللي بتنسق الالوان مع بعضها هناك في المحل على حسب طلب الزبون. يعني الزبون بيطلب الوان معينه، لون معين على حسب المناسبه اللي هو رايح ليها. تمام. تمام. اتفضل. عيد الحب ده بيبقى هو الورد الاحمر هو المعتمد عليه يعني اكتر، او اي حاجه حمراء، مش شرط انه يكون ورد بلدي. تمام. ممكن يكون في ليليم احمر، وفي ده بيفتح برضه يعني؟ بيفتح، بيبقى انا باخده له المحل ني، لانه بيفتح عنده. بيفتح عنده لون ايه بقى؟ هو بيبقى في ابيض، وفي احمر، وفي روز، وفي سيمون، وفي اصفر، يعني كل الالوان، كل الالوان موجوده فيه. اه ان شاء الله. تمام. المحلات الجمله بيبقى شيء، والمحل بيبقى شيء، لان المحل طبعا بيبقى عنده تكلفه اعلى. في صنايعي شغال، وفي ناس شغاله في المحل، تكييف، اناره، بيبقى وفي حاجات اللي هي بتتلف بيها الورد. الورده نفسها في المحل تبقى محتاجه ظروف خاصه مثلا؟ اكيد طبعا. اكيد بيبقى ليها وضع تاني مختلف غير المزرعه. ازاي بقى؟ لان ده بتتجمع، هي المفروض ان هي بتتحط في ميه.
تمام. لكن هو في الارض على العود او على الام نفسها عادي كده كده بتشرب من الارض. لكن في المحل بتنقطف لازم بيبقى ليها معامله ان هي بتتحط في ميه ودرجه حراره معينه ودرجه حراره معينه وبعدين بتغير الميه.